صباح الخير. إذن دائما مع الخضر والفواكه الموسمية اللي كانت حدثتوا عليها، وهي الفواكه اللي إن شاء الله غادي نلقاوها في الأسواق أثناء فصل الخريف. نعم أكيد، تحية طيبة لكل المستمعين الكرام، ونهاية الأسبوع موفقة إن شاء الله، جمعة مباركة بإذن الله لكل المستمعين الكرام. كنظن مازال معلومات كثيرة، ولكن إن شاء الله مازال عندنا يعني حصة أخرى في فصل الخريف إن شاء الله الأسبوع بعد الأسبوع المقبل. ربما نكملوا، لأن كاين أشياء ربما الناس غير كيقضيوها غير حيت جرى في العادة باش دار في كسكسو بحال القرعة الحمراء. كاين شي حويجات كيشوفوهم الناس في السوق كيبقاو يشوفوا فيهم يعني أن الله ما خلق حتى شي حاجة عبث. نعم، أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني كل شيء مخلوق لحكمة، كل شيء نافع، الحاجة اللي كتخرج من الأرض كل أشياء نافعة، أن كاين هناك علم وهناك جهل، غير خاص الناس يعرفوا الاستعمال ديالها إن شاء الله. غنتكلموا على البلوط، علاش؟ لأن المغرب من الدول اللي عندها منتجة يعني غابات شاسعة، ويعني وبهذا اليوم هذا نداء الناس يحافظوا على الغابة، لأن الغابة راه ثروة وطنية وراه ثروة الجميع، وهي الرئة ديال البلاد، وحتى في ديننا الإسلامي ف الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا باش نعتنيو بالأشجار وبأن لا نحرق الأشجار وبأن لا نحرق المزروعات. وأن الرسول وصى الصحابة حتى في حالة الحرب ما يحرقوش المزروعات والأشجار، وما يقيسوش الشيوخ، وما يهدموش البيوت العبادة والكنائس وذاك الشيء. وهذه مسائل تربية، يعني احنا الحمد لله عندنا الدين ديالنا دين يسر ودين سليم جدا، ما فيه شيء. الغابة هذا البلوط الناس كيشوفوه كيتباع وكيدخل السوق، ولكن مازال ما كيدخلش للسوق بديك الطريقه ديال يعني عرض منتوجات والى اخره وبالقوه اللي خاص يستهلك بها. ولكن بعض المرات الناس اللي مجاورين للغابات وداك الشيء ما كيستافدوش منه، وكنلقاو كيطيح، لانه هو ملي كينضج وما كيتجناش كيطيح كيسقط على الارض كياكلوا الحيوانات بحال الماعز والبقر ولا حاجه، كاع الحيوانات اللي كتسرح في الغابه كتاكلوا. والحاجه اللي حاجه ما كتضيع، يعني السلسله تدور واخا. كاين واحد الحيوان ذكي، واحد الحيوان كيستافد من البلوط، هو السنجاب. نعم، هذا اللي كيغي كيستافد منه، لانه هو الزرده ديال السنجاب، هو البلوط. هذا البلوط قليل اللي كيعرف، قليل من يعلم ان البلوط كيحتوي على الدهنيات اكثر من الزيتون. نعم، يعني النسبة ديال الدهون كاين 30 حتى ل 35% اللي كاينه في البلوط، بينما الزيتون ما كيتعداش 18 إلا كان كاع الإنتاج جيد، 18 حتى 20 وكان تعطل، وإلا عصره في قبل الوقت ديالو كيعطي غير 15 16، بينما البلوط كيعطي حتى ل 35% ديال الدهون. نعم، رغم ذلك أنا ما عمرني يعني شخصيا ما عمري سمعت بزيت البلوط. نعم، إن هو غني بالدهون، لأن العلامة ما كيبانش. علاش؟ لأن معاه لاميدون، معاه النشا الداخل، وكيكون فري كيكون طري، ما كيبانش فيه الزيت، ما كيبانش ميدم يعني مدسم. علاش؟ لان ديك الزيوت ديالو كتكون مشدوده مع النشا مع لاميدون، وبالعكس هي ما كيحسوش بها الناس، هو ما كيقهمش يعني. بالعكس هي مزيانه جيده تكون على هذا، ولكن كيشبع. اكيد كيشبع، لانه هو كان طعام المجاعه. نعم، كان كيجي صادم اللي كيكون الجفاف وكيكون كثير والناس ما كيلقاو ما ياكلوا، كانوا كياكلوا هما طعام المجاعه. كاينين جوج، كاين الهنديه وكاين البلوط، هادو كيشبعوا. نعم، يعني ملي كاين الهنديه هي كتشبع، اللي كياخذ ثلاثه اربعه الحبات الناس كيشبعوا. لذلك كنت نصحت قبل رمضان باش الناس يتسحروا بها، وكان يعني الناس يعني حسوا بهذا المفعول هذا. الدهون اللي كاينه في البلوط هي دهون غير مشبعه. علاش؟ لان جميع الدهون النباتيه صالحه، حتى الناس اللي كينصحوا بعباد الله ما ياكلوش الدهون يبقاو يوضحوا لهم، لان الدهون النباتيه ماشي بحال الدهون الحيوانيه، الدهون النباتيه نافعه فيها اوميغا 3 والاوميغا 6. نعم، وفيها حتى لي زانساتوري، هادو الغير مشبعه، الحمضيات الغير مشبعه، خصوص المونو انساتوريتد فاتي اسيد، هادو الغير مشبعه من فئه واحد، هما جيدين للقلب، الناس اللي عندهم قلب، وخصوص الناس اللي عندهم سكريات كيكون عندهم مشكل ديال القلب غالبا، فخاصهم يستهلكوا زيت الزيتون بكثره والزيوت النباتيه، ما يبعدوا من الزيوت الحيوانيه، الدهون الحيوانيه. هذا المونو انساتوري سبحان الله، هذا البلوط فيه المونو انساتوري والبولي انساتوري بنسبه مرتفعه، وانه الزيت ديالو هي اللي الا جينا نصنفوها مع الزيوت هي احسن من الزيوت، يعني احسن حتى من زيت الزيتون فيما يخص هذا البولي انساتوري. غير زيت الزيتون فيتها بالالينوليك، هذا هو اللي كيبقى. فيما يخص الاملاح المعدنيه، كنشوف البلوط جميع الفواكه ديال الاشجار،
فباش الناس نعلموهم هذه المسائل هذه بلا ما يبقاو يقلبوا في الانترنت. جميع فواكه الاشجار، الفاكهه اللي كتجي من الشجره، حيت كاين فاكهه كتجي من امبلانت من نبات، وكاين فاكهه بحال الفريز ما كيجيش من الشجره. ولكن الفواكه اللي كتجي من الاشجار دائما كنلقاو فيها هاد الاملاح المعدنيه اللي هي الفوسفور والمغنيسيوم والزنك والنحاس. هذه كتكون في الفواكه، منها اللوز، منها القرقاع، منها كاع الفواكه اللي كتجي من الشجر. هذا البلوط كيمتاز بالبوتاسيوم وما فيهش صوديوم. غريب ان الحاجه الوحيده في الطبيعه اللي فيها زيرو صوديوم ما فيهاش صوديوم. بالنسبه للناس اللي عندهم ارتفاع الضغط ما يخافوش منها، ما يخافوش منها ابدا. هذه فيها بوتاسيوم، هي غنيه بالبوتاسيوم وكالسيوم والفوسفور. هاد الثلاثه هادو هما اللي كيديروا التوازن المائي، وهادو كينفعوا حتى الناس اللي عندهم سكري. الناس اللي عندهم سكري خاصهم يكون عندهم يعني توازن مائي، وخاص النظام ديالهم يكون غني بالبوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم، هادو اللي عندهم سكري. النحاس، الحاجه اللي فيها النحاس هي جيده للمالين السكري ومالين الانيمي. علاش؟ لان النحاس هو اللي كيخلي الحديد المعدني يولي حديد عضوي، كيدوز الحديد ديال الدم. الفيتامينات كاين فيها الفيتامينات ب 5 ديال لي فيتامين بي اللي كاينين في البلوط، ب 1 ب 2 ب 3 ب 5 وب 6 وحمض الفوليك. هادو فيها 6 يعني حمض الفوليك. السكريات المضره ما فيهاش، فيها سكريات مركبه لا تضر لا صحاب الرجيم ولا صحاب السكري ولا يعني اي حاجه. لانه هو حمض الفوليك فهو يعني جيد للنساء الحوامل وفي تكوين الجنين. اكيد اكيد، وحتى لهذه السكريات المركبه وهذه الفيتامينات هذه ما جيده للنساء على الخصوص. علاش؟ لان للنساء يعني قلوا من مصادر الكوليسترول اللي هي اللحوم، الا نقصوا من مصادر الكوليسترول وكان النظام ديالهم نباتي وحاولوا ياكلوا هذا الاشياء الطبيعيه، لان البلوط مازال ما كنعالجوه ما كنديروا ليه لا سماد لا والو، هو ماده غابويه. الا بعض المرات مع الاسف الشديد اللي كنكون عندنا بعض يعني هذا العلاجات ديال بعض اللي كنطلقوا بعض المبيدات على المستوى الواسع بحال في حالات الجراد، ولكن هذه شحال من عام الجراد ما جاش للمغرب، والجراد ما كيضربش المناطق اللي فيهم البلوط. نعم يعني بعيد منهم، لان الغابه ديال المعموره تقريبا كتبدا من بن سليمان يعني وغاده حتى للشاون، غاده حتى يعني الشمال ديال المملكه، وعندنا يعني مساحه شاسعه. مع الاسف هذا الشجر ديال البلوط ملي كيقدام ما كنعوضوش، كنغرسوا في بلاصتو اشجار اخرى، لان صعيب هو البلوط باش يتغرس. ولكن عندنا تقنيين في المياه والغابات يعني في الفلاحه، عندنا التقنيين اللي كيقدروا يعاودوا يزرعوا البلوط. ولكن كنشوفوا البلوط كيتباع يعني عند الباعه الموسميين، وخاصه في ابواب المدارس كيسيركول. نعم الاطفال الصغار. نعم هو جيد عليين، هو الحراره ديالو، وانا اخرت هذه القضيه ديال الحراره باش الناس يعقلوا عليها، لان المعلومه الاخرى هي اللي كتبقى عند الناس. احنا قرينا هذا الشيء هذا في يعني في البرمجه. نعم في العلم هذا البرمجه، هذا المعلومه الاخرى. علاش؟ لان البلوط حار، والحاجه انا قلت دائما بان الحاجه المره هي حاجه فيها اشياء نافعه للجسم. نعم جميع احنا فيما كنلقاو البلوطه حاره كنرميوها ونقلبوا على الحلوه. بالعكس كل شيء، حتى الزيتون راه مر، الزيتون راه ما يقدروش ياكلوه، الزيتون ني با كوميستيبل يعني خصه يتخمر، ولكن الا كالوه الناس مر، الا طيبوه في الطاجين مر تينفع اكثر، كيكون منفعه ديالو 100%. الا خمروه نقصت المروره ديالو كيولي 50-60%. الا ما بقاتش فيه المروره كاع نهائيا تعالج بالصودا، الزيتون ما كيبقى فيه والو، كيبقى فيه صفر. بحال البلوط الناس كيسلقوه، كاين اللي كيسلقوه في الماء، كاين اللي كيبقى يدار ماء. هادشي اللي بغيت نتكلم عليه هو طريقه الطهي ديالو ولا طريقه الاستهلاك. كاين اللي كياكلو خضر، كاين اللي كيسلقوه لان ما يقدرش على القصوحيه ديالته، وكاين اللي كيشويه في الفخر. نعم عملوه تحت الفخر وكيتشوى. اللي صبر وكالو مر، كاين اللي كيبقى يدير البلوطه في فمو كيلقاها مره كيرميها. هذا لا، هذا خطا. الا الاطفال بحال الامهات ديالهم يذوقوا هذيك البلوطه، الا لقاوها حلوه عاد يعطيوها للطفل. هذه كانوا كيديروها من قبل، كانوا كيذوقوا البلوط عاد يعطيو الاطفال. هما كيلاحظوا على انه كيحمر البلوط، كيحمر والماء ديالهم اللي كيسلقوا كيولي الماء احمر. هذيك المواد الدابغه، وهذيك المواد الدابغه هي اللي كتحفظ الجسم، هي اللي كنتكلموا عليها، هي المضادات اللي فيها المضادات الاكسده، وفيها الكويرسيتين. هذه البلوط فيه الكيرسيتين، والكيرسيتين معروفه يعني في يعني الكويرسيتين معروفه جدا في الطب انها ماده مضاده للاكسده قويه، وكاين حتى كبسولات ديال الكويرسيتين كيتباعوا. وان في الطب الطبيعي مثلا احنا كننصحوا بالكويرسيتين للناس اللي عندهم الربو، اللي عندهم الضيقه، اللي عندهم الحساسيه والربو، ان خاصهم يشريوا هذا الكويرسيتين هذه يتناولوا. علاش؟ لان الكويرسيتين هي اللي كتفتح هذيك الجيوب الهوائيه اللي كتغلق يعني في حاله الاختناق ولا في حاله هي اللي كاينه في البلوط المر ماشي الحلو. البلوط كله كاينه في البلوط كله، غير هاد الاستعمالات الناس تقول لك كما قلت انا الثقافه الغذائيه مع الاسف ضاعت. وانا من قبل كانوا كيعجنوه مع الخبز، كانوا كيبسوه وكيديروه طحين كيولي دقيق، وكانوا كيضيفوه للخبز.
وحتى مؤخرا انا شفت نيت بعض النساء كانوا كيدردروه بحال كيما كنديروا دوك الزرارع فوق الحلوى، كانوا كيديروا البلوط فوق الخبز وكيديروا البلوط فوق بزاف الاشياء باش يدوز معاها. علاش؟ لان البلوط الا تخاد مع النشويات كيولي اقصى ما يمكن البلوط. علاش؟ لان المكونات اللي كاينين في البلوط ما فيه دهون اللي ما كاينينش في النشويات، فيه املاح معدنيه اللي ما كاينينش في النشويات، وفيه مكونات بحال المضادات للاكسده اللي غدا تزيد على الدقيق وغدا تغنيه اكثر. هذه الاستعمالات وهذه المسائل اللي قدر يديرها، الحمد لله باقي عندنا نساء، باقي عندنا ناس عندهم هذه المسائل هذه قدروا يديروها، غير ما يبقاوش الناس يسمعوه كنصائح ويقلبوا على واحد الحاجه. حنا كنقولوا للناس غير الا لقيتوها في السوق شريوها، ما تحتقروهاش. غير هنايا يعني واش البلوط اللي في المغرب مغاير للبلوط اللي كاين خارج المغرب؟ لان السنه الماضيه تحدثنا على الماده ديال البلوط وجات تساؤلات بانهم الناس وجدوا في الانترنت بان فيه مكونات اخرى من غير اللي تكلمنا عليها. لا علينا هذا المشكل ديال وجدوا في الانترنت. نعم هذه انا كنقول الناس يتفاداوا هذه المسائل هذه. ما غاديش عليا، احنا ما عندناش الانترنت، احنا هذه ابحاث درناها في المختبر بيدينا، ماشي غنمشي انا للانترنت، احنا لا نعتمد على الانترنت، هذه المعلومات هذه لا نعتمد فيها على الانترنت، نحن نعتمد على التركيب الكيماوي كنلقاوه في اللابوراتوار اللي كنحنا نوضحوا هذه المسألة. يعني هذه الابحاث اللي كدار هنا في المغرب في المنطقة ديالنا بالجو ديالنا، كيفاش احنا كنستهلكوا الأشياء وشنو الاحتياجات ديالنا وحنايا في هذه البلاد هذه. نعم والبلوط في أنواع، كاين البري كاين القصير كاين الأبيض كاين الطويل كاين، ولكن البلوط اللي كاين المهم عليا انواع ديال الاشجار. الناس في الغابه ودابا في المعمره ملي دخلوا غادي يلقاو واحد الشجره رقيقه عند البلوط ديالها صغيور، وواحد الشجره كبيره عند البلوط ديالها غليظ، هذا ما كيغيرش في الخصائص ديال الماده ابدا. الكل يمكن يستهلك البلوط مرضى السكري؟ جيد، هو جيد لمرضى السكري وارتفاع الضغط والريجيم، الناس اللي عندهم كوليسترول والناس اللي عندهم توازن المائي في الجسم ديالهم، كان الجسم ديالهم ما كيخرجش الماء، والناس اللي باغيين يتخلصوا من الزوائد من الشحوم ومن هذه، هو البلوط جيد لهم. علاش انا قلت طعام المجاعه؟ لان ملي كيكون الجوع الناس ما كيلقاو ما ياكلوا، حنا ولينا محتاجين البلوط الان في هذا العصر، ولينا محتاجين البلوط اكثر ما كانوا محتاجينه الناس من قبل. لان الناس من قبل ما كانش عندهم سمنه، ما كانش عندهم ارتفاع الضغط، ما كانش عندهم هذه الامراض اللي عندنا حنا دابا. بالنسبه للاسنان لان يمكن اللي مركب شي سنه ولا شي حاجه ما يقدرش يعض هذاك البلوط، فشنو استفاده الاسنان ديالو؟ يحاول يلقى الحل باش يستهلكوا. وهذه المسائل اللي كنحذر منها انايا، وهذا نداء من هذا المنبر، ان كاين بعض المرات حنا كنعطيو نصائح وكنلقى في الشارع نصائح معاكسه. نعم علاش؟ انا قريت انا سمعت، حنا كنقولوا للناس يا ودي ما تقدرش تتعامل مع الانترنت لان ماشي باحث، انت ما تقدرش تميز ما بين الكذب وما بين، بعض المرات كيكونوا غير اشهارات في الانترنت. نعم. والناس كيبقاو يسولوا على واحد الحاجه رغم ان عندهم حاجه في المغرب احسن منها. يعني هنا خاصنا نعرفوا نرشدوا هذه الامور، بما اننا الحمد لله عندنا باحثين في المغرب وعندنا ناس اللي ملمين بهذا الموضوع، كنظن اننا ما محتاجينش الاشياء قلبوا على مصدر المعلومه اللي يكون موثوق به. غير البلوط، هذا البرنامج هذا. نعم. الناس ملي لقاو البلوط يتباع ولا كيلقاوه موجود ولا كيدوزوا من حداه ولا كتاح لهم واحد الفرصه فين يتلاقاو مع البلوط، خاصهم يشريوا منه شي شويه ويحاولوا يستافدوا ويحاولوا جميع الاشياء اللي عندنا في المغرب يستافدوا منها ويذوقوها ويجيبوها لديورهم كما كان من قبل. هادشي اللي كنتمناو ان شاء الله. شي حاجه كيديروا الذوقه بعدا. نعم. فيما دخلت شي حاجه للسوق كيقضيو واخا غاليه، كتدخل في الاول غاليه، كيشريوا منا الناس واحد نص كيلو ولا حاجه، اللي دخل مشماش اللي دخل هذا كيشريوا، هذه هي اللي ما بقاتش عندنا مع الاسف. كنذوقوا. حتى المسائل. نعم. ديال الانتاج ديالنا في المغرب، راه عندنا انتاج جيد وعندنا منتوجات جيده، خصنا نحاولوا عليها، وهذا هو كيدخل في اطار المواطنه، وكاين الناس يحافظوا على هذه المنتوجات وتنميه الاقتصاد طبعا. نعم. المحلي. الله خير جيده، لان هذه الماده ديال البلوط بحال النساء، تكلمت عن النساء والناس المسنين واللي عندهم السكري واللي عندهم امراض القلب والشرايين واللي عندهم ارتفاع الضغط والكوليسترول واللي عندهم اشياء زائده واللي الان ما عندهاش العلاج لان اشياء زائده في الجسم ماشي ميكروب، هادو الناس يحاولوا يتناولوا هادشي اللي تكلمنا عليه هذا الاسبوع. بطاطا الحلوه، بطاطا القصبيه، الرمان، حتى التفاح جيد، التفاح هو في حمل الايلاجيك ملي غادي يظهر في الموسم ديالو، وهذا البلوط كيجي من بعد البلوط كيجي اما مع الرمان وكيجي متزامن مع الرمان ولا معاه قد. علاش؟ لان الكيرسيتين وحمض الايلاجيك اللي كاين في الرمان والبلوط مالين الناس اللي عندهم امراض القلب والشرايين والسكري ما غيكونش عندهم ان شاء الله مشكل. نتمنى انه ما يكون اي مشكل باذن الله. شكرا جزيلا لكم دكتور محمد.